تدرسون مشروعا في مجال السلم والأمن ومكافحة القرصنة والإرهاب في أفريقيا، وكذا توفير الدعم ب60 مليار دولار عن طريق المساعدات الحكومية وإقامة شركات لتحقيق التنمية الاقتصادية، هو ما جاء في خطاب الرئيس الصيني شي جين بينغ أثناء افتتاح قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي التي استضافته العاصمة الصينية بكين، والتي شارك فيه فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو إلى جانب نظرائه الأفارقة. قمة المنتدى الثالث للتعاون الصيني الأفريقي التي جاءت تحت شعار التعاون المربح للجانبين والتكاتف لبناء مجتمع أقرب لمستقبل مشترك بين الصين وأفريقيا، بحثت سبل الاستفادة من البناء المشترك وفق خطط الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأجندة أعمال الاتحاد الأفريقي 2063، بالإضافة إلى الاستراتيجيات المختلفة للدول الأفريقية بهدف تحقيق التعاون المربح وفتح آفاق جديدة للتنمية المشتركة. وقال الرئيس الصيني إن بكين ستقدم دعما ماليا لإفريقيا سيكون على شكل مساعدات حكومية واستثمارات، وأضاف بأن الشباب هم موضع الأمل في التمويل. من جانبه قال رئيس جنوب أفريقيا إن الصين عملت على ضمان تحقيق التنمية في أفريقيا وفقا للأجندة الدولية، مؤكدا سعي دول القارة للاستفادة الكاملة من التجارب الصينية في استغلال مواردها لتحقيق التنمية، فيما دعا الرئيس الرواندي الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي بول كاغامي إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص في الدول القارة. وثمن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز جهود التعاون بين الصين والدول الأفريقية المعتمد على ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا بأن الأمم المتحدة ستظل تدعم التعاون الصيني الأفريقي لتحقيق التنمية. لكن موسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي قال إن الاتحاد الأفريقي يثمن جهود التعاون الصيني الأفريقي الذي من شأنه يساعد القارة الأفريقية في تحسين مسارها الاقتصادي والاجتماعي. وبهذا المنتدى فإن الصين وإفريقيا وضعتا أسس قوية للتعاون المشترك بينهما، وتؤيدان بعضهما البعض فيما يتعلق بمسار التنمية الذي اختاره كل منهما بشكل مستقل. من العاصمة الصينية بكين، رشاد حسن طه، للهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون. شارك فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو في جلسة الحوار العالي المستوى بين القيادة الصينية والأفارقة وممثلي رجال الأعمال خلال المؤتمر السادس لرجال الأعمال الصينيين والأفارقة الذي عقد قبيل الافتتاح الرسمي لقمة بكين 2018 لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي. وأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ في كلمته خلال افتتاحه الجلسة على ضرورة تحقيق الموائمة بين التنمية والتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ودول أفريقيا. من جانبه دعا فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو إلى تفعيل الشراكة مع الصين لزيادة الاستثمار بالقارة الأفريقية، مشددا على ضرورة معالجة قضية الفقر في أفريقيا. وأكد فخامة رئيس الجمهورية بصوت المجموعة الاقتصادية لدول أفريقيا المركزية بأن المساعدة الصينية تتسم بكونها طويلة الأجل ودون فائدة ميسرة. وشدد القادة الأفارقة على ضرورة تقليص معدلات الفقر في أفريقيا وتقوية التعاون بين الصين والقارة الأفريقية عبر الشراكة والاستراتيجيات الشاملة من أجل التعاون بعيد المدى. عقد هذا الملتقى الرفيع الذي جمع بين القيادة الصينية والأفارقة وممثلي رجال الأعمال والتجار الذي جاء مع المؤتمر السادس لرجال الأعمال الصينيين والأفارقة يسمح لنا وضع النقاط على الحروف لشراكة مستدامة. وأود أيضا أن أهنئ نيابة عن دول السماك الحكومة الصينية ومنظمي هذا الحدث المميز والمهم، حيث يعطي بعدا جديدا لمنتدى القمة الصينية الإفريقية. وعرب عن دعمنا وتشجيعنا لهذه البادرة التي توفر فرصة لصناعة القرار
العاملين والجهات الفاعلة في القطاع الخاص للتبادل والتفكير معا حول أفضل نهج للتفاعل من أجل تعزيز الاستثمار والتجارة والشراكة وتقاسم الخبرات المفيدة في روح لبناء مصير مشترك في المجالات المذكورة أعلى. لا شك أن اجتماع أصحاب المصلحة المتعددين هذا يفتح آفاقا جديدة للمستثمرين الذين يبحثون عن فرص جديدة في القارة، ويساعد في تعزيز التعاون الصيني الأفريقي متعدد الأوجه. ولذلك نحث القطاع الخاص الصيني على اتباع مسار ديناميكي للشراكة الرابحة من خلال الاستثمار في تنمية الموارد الزراعية والرعوية والمعدنية الضخمة في المنطقة، خاصة السماد، من خلال تعزيز نقل التكنولوجيا وإنشاء وحدات صناعية ومشاركة منا لمعرفة وإدراك منا للدور القيادي للاستثمار في تعزيز التوظيف والازدهار والرفاهية لشعوبنا. وقد قررت الدول الأعضاء في السماك في القمة الاستثنائية التي عقدت في نجمينا في أكتوبر الماضي لتسريع عملية التكامل على المستوى الإقليمي من خلال اتخاذ القرار لتأسيس مبدأ لحرية الحركة والأشخاص والسلع والخدمات داخل المجتمع. L'implantation des unités industrielles et le partage du savoir-faire. Conscient du rôle moteur des investissements dans la promotion de l'emploi, de la prospérité et du bien-être de nos populations, les États membres de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale وعلى نفس المنوال اتخذ السماك تدابير قوية لتحقيق الأهداف المشتركة بحلول عام 2035 في مجالات الطاقة، النقل والمصارف وأمن الحدود في مجمل للأمور. وبعبارة أخرى يجري تنفيذ برامج واسعة للإصلاحات الاقتصادية والمالية لجعل اقتصادنا أكثر مرونة وتنوعا لجذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين في جميع القطاعات التنموية الرئيسية. لذلك ندعو رواد الأعمال والممثلين في العالم الصناعي والتجاري الصيني والإفريقي للقدوم للاستثمار في دولنا الأعضاء في منظمة السماك، حيث توجد فرص هائلة للمساهمة في تحقيق المشاريع والبرامج الكبيرة المتكاملة بالإقليم، والتي تفيض دول السماك بوفرة للمواد الطبيعية في انتظار الاستثمارات الهائلة في جميع القطاعات المذكورة أعلى، وكذلك البنية التحتية والطاقة والأعمال التجارية والزراعية وتربية الحيوانات والقطاع الثالث. وبالنظر إلى إمكانياتنا المتعددة للاستثمار، يبدو من المناسب لنا أن نفكر معا لإزالة جميع العقبات التي تعوق دولنا للوصول إلى الموارد الصينية المتخصصة لتمويل المشاريع بسبب سعر الفائدة المنطبق على القروض التي تعتبر غير قابلة للالتزام لبعض شركائنا الماليين الدوليين. Distingués entrepreneurs, représentants du monde industriel et commercial, au regard des multiples potentialités d'investissement, il nous paraît important. يجب أن نكثف بشكل مشترك الآليات المناسبة التي تلائم الاحتياجات المالية العاجلة لدولنا وقدرتنا على دعم خدمة الديون. لقد حان الوقت أكثر من أي وقت مضى لإطلاق مواجهة جديدة من الجهود المشتركة من قبل دولنا والجهات الفاعلة في القطاع الخاص لإعطاء دفعة قوية للمعركة العظيمة من أجل الخروج باقتصاد لمنطقتنا الفرعية والإقليمية. وإن الدول الأعضاء في السماك تدرك الدور الرئيسي للصين، وتنتظر بفارق الصبر مساهمتها في تمكيننا من أجل إنشاء نموذج للتنمية الاقتصادية قوية ومتماسكة بما فيه الكفاية، ليضمن النمو الشامل والمستدام من أجل التغلب على الفقر
وخلق الظروف المواتية لرفاهية سكاننا.